أن السادة في الجزيرة أحد دوافعهم هو محاولة تقليد موقع ويكيليكس. حاولوا شراء موقع ويكيليكس، وبتعرفوا زي ما بنقول عنا بالمثل بالكلمة هذا، الفلوس بقطر حبطرش، يعني لا تقف أمامها أي حواجز. حاولوا احتكار موقع ويكيليكس ودفعوا ثمنا باهظا في هذا السبيل. أصحاب موقع ويكيليكس لم يريدوا أن يعطوا الاحتكار، أو على الأقل السبق للجزيرة في أن تنفرد قبل غيرها بنشر وثائق ويكيليكس، ففشلت الصفقة بينهم، ولهذا الجزيرة صارت تعادي ويكيليكس وتتجاهل ما ينشر على موقع ويكيليكس. وراجعوا طوال الشهرين أو الثلاثة الماضية، الآن يريدوا أن يكون لهم سبقا منافسا ومماثلا ومواذيا لسبق ويكيليكس. بس ويكيليكس ما بيجيبش المذيعين، ولا بيجيب عطوان، ولا بيجيب أي واحد بماثله مشان يعني يهيج ويحرض ويخدم موقف مسبق. ويكيليكس بعرض اللي صار، هذا اللي عندي وثائق، وعلى الآخرين أن يستنتجوا. أما هذول حطوا الاستنتاج وزيفوا الوثائق وغيروا النصوص واقتطعوا كلمة من هنا وكلمة من هناك وركبوا صور لأناس لاعت وأدخلوها كلها، لأن هذا الذي يخدم موقف الجزيرة المسبق.